السلام عليكم شباب، وياكم علي من قناة علي هوكن. اليوم جبت لكم ريبلي مرسوم من اخوي سالم ببروفكا. قبل ما اشرح على الدبابة على الخاصية، الشغلة اللي اذكر بها هو اكثر يعني بصورة عامة، يعني كالعرب احنا عراقيين سوريين لبنانيين سعوديين نقول يعني عندنا مشكلة بالبنك. الفيديو مرسوم من اخويا سالم على البينج الجيم بلاي، حتستمتعون بيه اكيد. اكيد حتستمتعون بيه مليون بالميه متاكد. الشغله يعني اللي اريد اذكر بيه هو انه البينج يعني لا تنتبهون باللعبه، يعني اخويا سالم حاليا يلعب بينج 130 140 200، هسه شوفوا حيوصل 999 ويا عراق سكاي البلاتون اللي يلعب مثل ما تعرفون. الاستافيو اللي تعرفون عليها الجان هو 105 ملم، الضربه اي بي سي ار، الدمج 288، دبابه بريم اس تي ار في، تقدر تقول اس تي ار في 51، اس تي ار في 51 مثل ما تشوفون، اس تي ار في العفو اس 1 بريم، دبابه بريم سويديه. قلنا الضربة الأولى الـ ABCR هو إنه البنج الضربة الجان 105 ملم، دمج بنتريشن 288، دمج 390، الجولد دمج بنتريشن مالته 330، دمج 390 مثل ما تعرفون، هاي اكسبلوزيف 53، دمج 480. مثل ما تعرفون الدي بي ام مال الدبابة يعتمد عليه، يعني سالب سحب حاط الدابة نقص سحب كروز كيل، واخونا وسالم حاط التلسكوب يزيد السبوتنج رينج باعتبار استعرض بدبابه تي دي، تقدر يمشي قد يتحرك من يسار بدون ما اي التلسكوب يصغر السبوتنج رينج مالته. الدي بي ام يعتمد حسب الفود اذا حاطه، وحاليا ويا سالب سحب والكروز كيل الدي بي ام 2778. ريلود دبابه بدون فود يصير 8.42، ريت اوف فاير الدبابة يصير 7.12، توب سبيد الدبابة تعود مثل ما تعرفون الاس تي ار في عند الدبابة الوحيدة الباك والفرود، يعني الفرود سريع والباك يعني الامام تتقدم دبابة والخلف سريع. توب سبيد 50، الفرود ريفرس 45 مثل ما تعرفون، اهم شغلات مهمة. فمثل ما ذكرت يعني بالفيديو هو المشكلة يعني بالنسبة احنا العرب، يعني اكثر من شخص يصلي يعني وعدي يعني جماعة الولد يعني اللي اعرفهم عندهم مشكلة بالبنك، البنك دام عندهم بيه مشكلة، يعني احنا بصورة عامة العرب يعني عراقيين، اكو مصريين، اكو اعتقد من الجزائر او من تونس، يعني العرب احنا الموجودين يعني عندنا مشكلة بالبنك يعني نعاني بيها، بحيث قد ما هو البنج عنده عالي مثل ما تشوفون هو يحاول يرمي اوتا ايم، يعني عنده البنج يصعد وينزل، عنده باكت لوز، عنده لاج باللعبه بالايم، فمستغل شيء باللعبه هو الاوتا ايم، يعني مود شويه يخلص من شغله البنج. مثل ما تعرفون الدبابه هي حسب يعني معرفتي اللي هي الدبابه بدون كاموفلاج، هو الكاموفلاج بالدبابه باعتبار مالته 50% ويا ذني يصير 100%، يعني تقريبا مثل ما تشوفون حاليا يعني بالالفا دامج، يعني حاليا 2700، يعني تقريبا دبابه ما تقدر اي يعني تقريبا الشعره تقدر تضربها باعتبار الدقه اللي عندها قويه بالدبابه. الايم تايم نسيت اذكر 2.81، يعني نسبه تي زين، بس يعني الايم تايم بيقدر يقفل بسرعه باعتبار دبابه عندها المود سيج مود، هو السيج مود هو اللي يخلي الدبابه تفترض يعني التراك يصعد لي فوق او تبدل شكل الدبابه من تتحرك، يخلي الايم مالتك ما يتحرك، يعني الايم مثل ما تشوفون هو الجان ويل بالضبط، يعني يجي وياه بالضبط. الدمج ما حاقول لكم، هو الشيء الحلو هو رغم البنج العادي سوى دمج ما حاكتبه بالدسكربشن، بنهايه الفيديو حتعرفون هو الدمج ايش قد. مثل ما تشوفون حاليا هو دمج 2180 وبنجه يصعد وينزل يصعد وينزل مثل ما تشوفون 150 140 119. الانترنت كلش عنده تعبان، هذا بيحكيت ويا سمير واشكره مره ثانيه على ارسالي الفيديو،
وبالنسبه لي بروكن ريكورد بالنسبه لي يعني اول مره، يعني مو اول مره، يعني اول مره احنا بالنسبه لك طب بالنسبه لنا يعني مسوين دامج 9000، ما يقدر اعرف ايش قد اكثر دامج مسوين. انا قبل ذكرت الفيديو ايش قد دامج اكثر شيء مسوين، بس ما يقدر اعرف يعني اكثر دامج هو انتم مسوين. واقدر اقول اكثر اكثر دامج هو شفته اني الرسل للفيديوهات اللي هسه مثل ما تشوف من اللاج، يعني حاليا يضرب ايم اوت ايم و العفو الشات مالته ما اعرف وين تروح بالضبط، تقريبا دمج 2000 و 3000، 2500 نقول 3000 تقريبا، 2584. رغم هذا اكو شغله ما ذكرت بيها، يعني لو يعني اكو الماب هذا ما بي ار تي، يعني نازل هو تير 9، يعني بالنسبه لي ما عنده مشكله، يعني برزنتيشن مالته 200 و وقف الفيديو شويه باعتبار دمجه 280 اختراق ما تلعفوا، يعني ما عنده مشكله. عندنا الاي 95 الماب مثل ما تعرفوه هو التي دي، يقدر يقعد بهذا المكانات اكثر شيء برا روفكا، ماب برا روفكا اكثر مكان هو يقدر يقعد به هو هنا، او هناك تقدر تقول اكو بوش يقدر يساعد هاي الجهه. حاليا ها ضمن الفيديو هو حاليا دي يسوي كاري للتيم، دي يشيل التيم. مثل ما تشوفون اكو شغله نسيت اذكر بها، التوب تير هو اي 75، يعني اذا اعطي لو حرامات ما عندي ما اقدر احول عليه، عشان حولتكم على الاي 75 حاليا بالجيم، حتى اشتكى من الولد احمد سالم ماكو ارتي ونازل توب تير اي 75، وين قاعد؟ هناك قاعد بالاي صفر، هو بوتي ويضرب هاي اكسبلوزف فوق، شنو السبب ما اعرف. وحاليا يعني مثل ما تشوفون هو باللعب حيصير يعني كاري للتيم، يعني تقول هو احمد والتي 54 هذا الوحيد، بس ما اعرف شنو بالضبط هو شغله اللي 75 قاعد هنا، يعني شنو هو قاعد هنا ما اعرف، يعني ار تي هو تي دي اي 75 وتوب تير، بس يبقى الواعي بلون تقدر تقول نوبات باللعبه، يعني دبابه ينزل توب تير يكمبط هنا حتى اشطر عليه 10 اشطر عليه هسه لو تقولون شات، ما اعرف شنو هو يسوي لي 75 هنا، شنو يعني شنو بعيس وعلى ابتسامات هاي 75 يقول بعد يقول بشنو قاعد هنا ويسح شنو ما اعرف. لا استكتورت دبابه كامله مكمله، بس هو نوب سبابكا باك ما اعرفش سباب ما اعرف شنو السوالي 75 من قاعد هنا كمبر، هو يعني يعني حاليا مثل ما تشوفون 6 4 على التيم، شنو ودي يفكر بيه، يعني شنو هو اللي يسوي باللعبه، يعني اللي 75 يعني بحيث تجي يعني تجي تقعد هنا وعايف تيمك، شنو هو شنو يعني شنو التفكير مالتك، يعني انت توب تير تنزل باللعبه باع البنك ساعد 400 الله يساعدك احمد صدق الله يساعدك، يعني ما اعرف يعني حاليا لازم جهه واحده هو الاسيار فينا، يعني قاعدين هيجي مثل ما تشوف يعني تقول نهاية الجيم حتشوفون الدمج وحتشوفون الاحمد حسن السالم شنو السواب اللعبة شنو الكاري اللي حيسوي. حاليا هو يضرب اوت اي من عند لاب بنجا يصعد وينزل بحيث ما يقدر يقيم، بدي باعتبار دبابه ما تغلط اي ضربه عنده دقه كلش قويه، بدي يسوي اوت ايم عمود يلاق عنده فتقول عمود يخلص و يلعب راحت تقدر تقول. بينج لو 200 300 رغم البينج العالي، يعني رغم البينج العده العالي و عندنا الاراكستاي باك تو جراج مو مشكله احمد ان شاء الله يشيل لك سالم ان شاء الله يشيل الجيم، انا ما اعرف ليش كنت اذكر احمد اي 75 بعد هناك اي 75 ريبورتد فور اكتيفيشن بوت الضربه ما ادري وين راحت بالضبط جوشيل معقوله، يعني اس تي ار في تغلط هي الضربه اس تي ار في اس واحد هاي ضربه حلوه اوكي اعتقد ضربه ثانيه يقدر يضربها سالم ما يقدر يختار ما ضربه تروح
اعتقد قاعد تشطح معنا، اعتقد ايه ايه دي قاعد تشطح بالدرع، وهسه كريتيكال هيت، المفروض هاي الضربه هي كتله اعتقد، المفروض ازو سكوربين كشف كم يضرب جولد ام اكس كم اون هاف اتش بي راح منه 415 بس عاجت ايدك هاي الغايه من الاشياء هذه الشعره دبابه سنايبر الصدق يعني الصدق المفروض هي يسموها دبابه سنايبر ولي 75 او وقدم 79 500 سكور بينا لو تعرفون الاستيرفي ما عاد درع بالنسبه لي يعني شويه يمكن درع بس هو الهول والسايد يعني دبابه كذا 30 اي 75 ليه هسه هناك ما اعرف شنو بده يسوي يعني ما تعرف ماكو ارتي ماكو يعني شنو السبب يعني هيك لاعب ينزل وياهم باللعبه يقعد ويصيح ريبورتد بانتر هوستك ريبورتد على شنو؟ ما نعرف شنو يعني يصيح ريبورتد وانت اصلا شطحت اي قاعد تشطح الضربات ما اعرف شنو الان 288 بس هو البرج مال سنتشوريان 1 انا اللي اعرفه هو 204 254 المفروض ما تشطح عادي ار ان جي اللعبه اللي هسه حاليا ما تذكرت 5000 دمج ما بقى شيء على 6000 يعتبر اس تي ار 5500 ملك حلو بالدبابه ما تنكشف بسرعه قبل عادي 5900 ما اعرف لي هسه هي 75 نفس مكانه جولد نوب ما اعرف يعني يعني حاليا احمد حسن يعني تقريبا ثلاثه كاتل وبقاله خمسه ضده يعني تقريبا واحد ضد سبعه ضد سبعه ضد ثمانيه تقدر تقول ثلاثه باع اللاك باع البينكش الله يساعدك سالم بينج ثلاث تسعات بابا بابا تشوفون بابا تبوا ما الله يساعدك سالم والله الله يسالم شو ما تقدر باي يعني يدود يعني بينج عادي ودي يسوي يعني لعبه مو الواحد يقول يعني يلعب يلعب بلعبه يدي يسوي دمج يدي يفوز يسوي شيء باللعبه ويجيك 75 يجيك باللعبه قاعد ابنه بالاي صفر شنو بده يسوي ما تعرف ما تعرف الكت بيكشف اعتقد اوتيم استيربي بعد اوتيم ودي يخلص من السافنين عنده باكت لوز ما يعرف وين باب السنشوريان 7 1 بعدين لا اعتقد انكشف لا ما انكشف عنده سنشوريان 1 ذاك مات سنشوريان 7.1 اوتيم حلو 374 دمج 6700 اخ ضربة هاي اكسبلوزف اعتقد هي 75 ضربة قبل ما يموت يضرب هاي اكسبلوزف شلون ضرب 170 ما اعرف هاي ما انتبهت على الحالة هسه مثل ما تشوفون حاليا دمج 7219 اسس دمج 305 يعني بس اقول الله يساعدك سالم يعني هيك بينك وهيك وقاعد تسوي قاعد تلعب اللعبه قاعد تسوي دمج قاعد تسوي كيرل التيم مثل ما تشوفون حاليا 7000 ما عدا غير 7000 هو البلاين شوت نهايه الفيديو تشوفون الدمج وانفور هذا الام اكس لازم نجي هواي قاعد وياه كمان لا هاي سالم يمكن غلط بين ويا الموف هو ما كشفه كل اعتقد ما كشفه وان هيت وان هيت بالكوماندر هاتش عاشت ايدك ما انكشف حلو بقى حاليا العفو واحد ضد ثلاثة مثل ما تشوفون خمسة كل اشتغل فيه رغم البنج العالي رغم التيم النوب يلعب عاشت ايدك سالم سنتوريان 1.7
حاش تيد اكسنشوريان 1 سنشكو 1 او سنشوناي ما هو حسب ما كم يقول الشكل جي جي اوفر كراينج اوت ذا دون والله سوق عاش تيده صح عاش تيده جود جاب حتى كنت بقول بشات جود جاب اول اوبجكت 257 جولد باعتباره طاقه 330 يقدر يخترقه بسهوله اخذ ضربه بلاين شوت سالم عاش تيدك اولي تايجر 1 نو 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 شلون هسه يلا انكشف مست اخطاها مره ثانيه خطا الثانيه دمج 8200 يلا احنا ما بقى شيء نو وات اوف ثانكس انجي اخر شيء 2 بلوك 240 اخذ ضربه لو كون ضربه لو شويه خاطيه او الام اكس هذا ما ضربه بالبدايه لو كان ميت كان تقدر تقول بقدم 400 تايجر 2 تقدر تقول غلط الثانيه جزء وال يعني اكو شانس يعني نقول 50% لو الام 4 الام اكس ما ضربه يعني تقدر تقول يقدر كتله هسه انتم بتشوفون دمج بالنسبه اعلى دمج رفعته بالحساب واشكر سالم على الحساب انتم بتشوفون دمج 8000 نشوف النتائج النتائج مثل ما تشوفون ماستر اكيد بس ديفيدد بس الدمج ايش قد 9221 7 كل اعلى دمج حاليا سوى يعني رفع بالقناه مالتي حاليا عاشت ايدك يعني ما اعرف ايش اقول لك احمد حس يا احمد سالم العفو ما اعرف ايش كل ساعه اقول المهم 9221 اكثر من ضربه كانت بلاين شوت هاي كاليبر اكيد توب جان اتلي الست دبابات ودمت كتل سبع دبابات مثل ما تشوفون كريدت حصله باللعبه 213981 اكسبيرينس حصله باللعبه مثل ما تشوفون 3180 جي جي احمد حسن عفو سالم جي جي عاشت ايدك ما قصرت كفيت ووفيت ومثل ما تشوفون كاري للتيم يعني 75 دم 700 ما اعرف اني ما اعرف شلون اجاز هذا شلون نزل وقاعد هناك بالاخير الى 75 ما اعرف شنو الله يساعدك سالم يعني مثل ما تشوفون 9000 يعني ما حد وصل يعني تايجر 1 0 ام اكس 1375 يقول لايت تانك ما يقدر سوى دم سوى ضربه واحده اوكي ال بي بوينت 43 تير تارا الايطالي 200 اس يو 152 تي 7 300 في كي 45 400 تي 92 لايت 600 مثل ما تشوفون تايجر 2 600 بايلوت راك سكاي 700 مو مشكله نقول هم عندهم مشكله بالبنج عالي وميديوم تانك مو مشكله معذور اي 75 مثل ما تشوفون 700 ار تي جي 800 تي 10 يعني ماكو ار تي يعني ما اعرف شنو هالدمج القليل يعني تي 10 810 تي 54 فيرست بروتوتايب 1628 الشيء بس الوحيد اللي لعب وياه نقول سوى يعني 3000 اللي هو 2700 ما تشوفون تي 54 اعلى دمج سوى بالجيم كله يعني الام اكس 5000 سنتشورين مثل ما تشوفون 3444 سكوربيان 2700 والباقي مثل ما تعرفون كان يلعب احمد العفو سالم بريم اكونت ربح باللعبه حساب 201 وهي 11 اللي بس 200 مثل ما تعرفون 213000 توتال مكتوب خسر 6000 من تصليح اوتو ريبير فيكل تصليح اللي تعرفون دباب ريم تصليحها رخيص الاوتو ري سبلاي انيميشن العتاد 97 اللي باعتبار ضرب جولد هو ضرب جولد باعتبار ينخلص عتاد مثل ما تشوفون وبقى الام اكس يعني ام اكس التير 9 صار ار ان جي بي المفروض كاتله هو بس الار ان جي اللعبه مثل ما تعرفون حصل 110781 كريدت بدون بريم 39000 مثل ما بعد ما اعرف شو اقول لك احمد سالم العفو عاشت ايدك واشكرك على ارسالك الريبلاي مره ثانيه لي واتمنى عجبكم الريبلاي اي احد ان شاء الله اي احد عنده ريبلاي يعني
بده يحل ان شاء الله. موجود رابط الفيسبوك مالتي، موجود الديسكورد مالتي بالديسكربشن، اللي يحب موجود الديسكورد يحب ينضم لنا، وعندنا مشكله شو وقت ما يعجبكم. واذا عجبك الفيديو حط لايك، ما عجبك الفيديو حط ديسلايك، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه شباب.